بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة. اختتمت بلدية مدينة الشارقة في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات ملتقى الشارقة الثاني للهندسة بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية. في اليوم الأخير من فعاليات ملتقى الشارقة للهندسة في نسخته الثانية خصص للنقاشات وأوراق العمل، حيث قدمت الجهات المشاركة جلسات حوارية لتسليط الضوء على أبرز الحلول الذكية والتي سيتم تطبيقها في المستقبل. ملتقى الشارقة الهندسة الثاني انقسم على يومين. اليوم الأول تضمن ورش عمل وجلسات حوارية مختلفة، محاضرات متنوعة بالإضافة إلى معرض مصاحب. أما اليوم الثاني فتناول ثلاث محاور، محور الأول فيها تقنيات الثورة الرقمية وتوظيفها لتطوير العمل الحكومي، والمحور الثاني راح يكون تخطيط حضري مبتكر لبيئة مستدامة، والمحور الثالث راح يكون دمج التقنيات الحديثة في المجال الهندسي والعقاري. ملتقى الشارقة للهندسة يهدف لإبراز الحلول الذكية واستشراف المستقبل في الإمارة والدولة بشكل عام، باعتبارها الأولى عربياً في تحقيق التطور بجميع المجالات وخاصة الهندسية. أهمية هذا الملتقى تأتي بأن الآن العالم يتطور ويتغير، عملية أوراق رايحة أوراق جاية وفراش ودة وفراش راحت هاي الأيام. نحن نتكلم اليوم عن تكنولوجيا، نتكلم عن شيء يعني اللي ينجز في أيام ينجز في دقائق، التواصل كله عن طريق الكمبيوترز، عن طريق التواصل، عن طريق يعني أمور متقدمة جدا. هذا كله نعتقد في المستقبل راح يصب في مصلحة حكومة الشارقة وحكومة الإمارات، بأن نحن دولة متقدمة وهذا هو المطلوب. نحن نتكلم عن 2020 2050 بل و 2070، نحن لو وصلنا الفضاء الآن. وفي ختام الملتقى كرم الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الأحصاء والتنمية المجتمعية وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة المشاركين والشركاء الداعمين لملتقى الشارقة للهندسة الثاني.